إخوة الأخوات المشاهدين الكرام، حياكم الله أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم ولد عمي، في هذا الفيديو غادي نشارك معك القصة ديال باولا. نعم ولد عمي، مستفيدة ولا كانت مستفيدة من الإنجريسو مينيمو بيتال. هاد الأيامات توصلات بواحد الكارتة من السيغوريدات سوسيال، من الضمان الاجتماعي، جاو يطلبوا منها ترجع لهم 39,000 يورو. نعم ولد عمي سمعتي مزيان، 39,000 يورو. أوا أمي سخاتشي، نساور 39 مليون، 39 مليون، إن ناسي خصنا تعرض 39 مليون. أيها ولد عمي، نشارك معكم القصة ديال باولا غير باش تردوا بالكم، باش تحضيو ريوسكم من هاد الإنجريسو مينيمو بيتال. عينا ما نوصيكم، ما جيتش نخلعكم. نو ولد عمي، اذا انت كتوفر على الشروط باش تستافد من هاد الانجليزي ميتال، غادي تستافد منه وغادي تبقى تستافد منه ومحافظ عليه مدى انت محافظ على هادوك الشروط اللي منحولك هاد الانجليزي ميتال من نهار الاول. سينو مشاكل ولد عمي، اي تغيير علم به، تخرشيش مع الانجليز ومن ويطال نو، نخبي عليهم ولا نقوالبهم نو، انت اللي غادي تقوالب. باولا طلبات هاد الانجليز ميتال في سنة 2020، في سنة 2021 منحوا لي هاد الانجليز ميتال، رغم ان قبل ما يمنحوا لي هاد الانجليز ميتال كانوا طلبوا منها انها تصحح المعلومات، تصحح نعم طلب، حيت كانت عملات واحد الخطا، السيده مطلقه ولكن باقي عايشه مع الطالق ديالها. النهار اللي طلبات هاد الانجليز ميتال ما دخلاتوش في الوحده ديال التعايش نو، مشات طلبات هاد الانجليز ميتال غير ليها او الجوج الوليدات اللي عندهم، هو ما دخلاتوش معها في الطلب، وهو عايش معها وهو كينتمي لهذيك الوحده ديال التعايش. ايها ولد عمي عاقوا، قالوا ليها ايه صحي الغلط، خصك ضروري تدخلي هاد السيد في الوحده ديال التعايش. نعم دخلاتو في السيرتيفيكاتو ديال امبادرونامينتو، صيفطات ليهم داك الشيء او منحوا لي هاد الانجليز ميتال في سنه 2021. ولكن ولد عمي دابا في سنة 2024 جاو يطلبوا منها هذاك المبلغ كامل اللي توصلت به في هذه المدة ديال 4 سنين، 39,000 يورو. علاش؟ رغم أن كانت صحات الغلط، جاو يقولوا لها باللي نهار اللي قمتي بالطلب قمتي به بطريقة غير صحيحة، كنتي كتنتمي لواحد الوحدة ديال التعايش وما علمتيش بها. أيها ولد عمي، إذا هاد السيدة باقا محافظة على هذيك البرا اللي كانوا صيفطوا ليها في هذوك الايامات، ملي طلبوا منها انها تصحح الطلب، راه تقدر تدافع على راسها حيت عندها الدليل. اذا بقى محافظه عليه تقدر تقلب على شي محامي يكون مختص في هاد الشيء وتعمل اليغاسيونيس ديالها، تعمل الريكورسو ديالها، تقول لهم ايه نهار اللي طلبتو نعم غلط، ولكن ملي قلتوا لي نصحح الغلط ديالي صححته، ها هو صيفطوه لكم، وملي صيفطوه لكم منحتوا لي هذا الانجليز ميتال. كيفاش دابا جيتوا في سنه 2024 تقولوا لي باللي داك الشيء ما منه والو، انت قمتي بالطلب بطريقه نقولوا غير صحيحه؟ ما يمكنش، حيت طلبتو مني نصحح وصححت ومنحتوه ليا، كيفاش تجيو دابا وتقولوا ليا لا؟ ما يمكنش. حضيو ريوسكم بالا ولاد عمامي، اي تغيير نعلمو به، ما نقوالبوهمش، ما نديروش ريوسنا حماق، نقولوا باللي ما غاديش يعرفوا علينا، ما غاديش يجيبوا خبار. نو ها ولد عمي نو، هاد الشيء راه قلناه لكم انا والاخ ابو ايمن، راه تقدر تدوز سنه سنتين 3 سنوات 4 سنين ويجي واحد النهار
يقولوا لك اجي هنا رجع هنا، منين غادي تجيب انت 39000 يورو؟ منين ولد عمي منين؟ باولا كتقول باللي ميانا روينا دو لا فيدا، كتقول باللي دمروا ليها حياتها من نهار اللي توصلات بهاد الكارتا ما شافت النعاس. ايها ولد عمي مشكل مشكل. والسيده نعم بجوج الوليدات كتواجد عاطله عن العمل دي سيمبلي هذا، او جاو يقولوا لها اراي رجعي لينا 39000 يورو. كيفاش 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 ندير انا لهاد الحريره؟ كيفاش؟ ردوا بالكم، سمعوا ولد عمي نشارك معاك القصه ديال باولا، رغم ان هاد السميه ماشي سميتها الحقيقيه. بالا ولاد عمامي نعم ما بغاتش تكشف على السميه ديالها الحقيقيه، هاد السميه ديال باولا سميه وهميه. بالا ولد عمي هنا كيف كتشوف معايا لا سيورا سوسيال بي دي اونا بينيفيسياريا دي لانجريسو مينيمو فيتال 39000 يورو بور باغوس انديفيدوس، اي 39000 يورو. الضامن الاجتماعي كيطالب من واحد المستفيده ترجع 39000 يورو، حيت هذاك المبلغ ما كانش من حقك، ما كانش من حقك. السيده نعم ميانا روينادو لا فيدا، السيده كتقول باللي دمروا ليها حياتها. دابا غادي تفهموا القصه، دابا تفهموا القصه ديال باولا. نعم باولا انا مخير دي 29 años desempleada y madre de dos hijos no puede pegar ojo desde hace una semana en concreto desde que recibió una carta en la que la seguridad social le reclama 39.000 euros a Juan por cobros indebidos نعم del ingreso mínimo vital IMV. باولا واحد السيده اللي في السن ديالها 29 سنه نعم عاطله عن العمل، ام ديال جوج وليدات نعم ولد عمي نو بويدي بيغار اوخو ديزدي هاثي اون سيمانا، ما قدراتش تنعس هادي سيمانا ان كونكريتو بالضبط من نهار اللي توصلات بهاد الكارطة من السيورا سوسيال، فين كيطالبوا منها ترجع 39000 يورو. علاش؟ حيت نعم ولد عمي كنتكلموا على كوبروس انديفيدوس، واحد المبلغ اللي ما كانش من حقها، على داك الشيء كيطلبوا منها انها ترجعوا ترجعوا. نعم ولد عمي هنا دوران دي 4 انيوس كنتكلموا على واحد المبلغ الاخوان اللي توصلت به في هذه المده ديال 4 سنين، 4 سنين ابيسار دي كي هي سيغورا افير ابورتادو تودا لا انفورماسيون كوريكتامينتي، رغم ان هي كتقول باللي راه كانت الاخوان وفرات لهم جميع المعلومات نقولوا بالديتاي، داك الشيء نقولوا بطريقه صحيحه، نعم منحت لهم جميع المعلومات الضمان الاجتماعي. فاين هنا باولا كي سي في اوبليغادا الاخوان كومبارتي بيسو كون سو اكس باريخا بور لا نيسيسيتاد ايكونوميكا اي بريفيرو سميتو نو ديسبيلار الاخوان سو فيرداد او نومبري سوليسيتو لا ايودا. هنا الاخوان هاد السيده نعم مضطره ولا كانت مضطره انها تشارك الاخوان الشقه مع طالق ديالها لاسباب ماليه. بالي هنا نعم كومبارتي بيسو الاخوان كون سو اكس باريخا بور نيسيسيتاد ايكونوميكا اي بريفيرو نو ديسبيلار، نعم و السيده ما بغاتش الاخوان تكشف على السميه ديالها الحقيقيه. طلبات هاد الانجليز ميتا الاخوان هنا سوليسيتو ايست ايودا ان 2020، طلبات هاد المساعده في 2020 اونكي نو سي لو كونسيديو الاخوان استا 2021، رغم ان الاخوان ما منحوش لهاد المساعده حتى سنه 2021. سمع كواندو لي كومونيكارون كي ديبيا انكلوير ان السيرتيفيكادو دي امبادرونامينتو ال بادري دي سوس هيخوس كومو بارتي دي لا اونيداد دي كونفيفينسيا. اي قبل ما يمنحوا لي هذه المساعده في سنه 2021 طلبوا منها انها تدمج هذا الطالق ديالها الاخوان في شهاده السكن. ايها ولد عمي نعم كنتكلموا على الاب ديال الوليدات ديالها كومو بارتي دي لا اونيداد دي كونفيفينسيا. نعم ولد عمي خص تدمجو في شهاده السكن كوحده ديال التعايش كاونيداد دي كونفيفينسيا، حيت عايش معاها هي من اللي طلبات هاد الانجمطال، طلباتو غير ليها والوليدات. غلط غلط، حيت هاد الانجمطال نورمالمون كيتمنح على حساب اونيداد دي كونفيفينسيا، على حساب وحده ديال التعايش. بالا ولد عم اذا كتنتمي لشي وحده ديال التعايش حتى اذا طلبتيه غير راسك غادي يعيقو بيك،
هي ولد عمي، الا في حاله عايش بوحديتك شخص. نعم بوحده، عايش بوحده في ديك الساعه. ولكن اذا كتنتمي لشي وحده ديال التعايش خص ضروري اي كين كلوير اطول لا ونيدا سينو. نعم يوقع لك هادشي اللي وقع لباولا، رغم ان باولا الاخوان نعم ياسي لويثو اكسبليكا، ولكن باولا صحات هاد الغلط. داكشي اللي دارت، داكشي اللي هادشي اللي كتقول هي، داكشي اللي دار، داكشي اللي طلبوا منها دارتو او صيفطات او قبلوا لي هاد الانجلز ميتال. بداو يخلصوها، ماشي بداو يخلصوها، خلصوها الاخوان باثار رجعي. هذيك السنه كامله جمعوها ليها دقه واحده، ومن ثم الاخوان نعم توصلات حتى بسنه 2022 2023، ودابا في هذه السنه قالوا ليها وقف، وقفوه ليها، وقفوه ليها. او في نفس الوقت كيطالبوا منها انها ترجع هذا المبلغ كامل. الغلط هو هذا، حيت دابا الاخوان ملي جاوا يقولوا ليها رجع، هنا الاخوان تراس سوبسانار اللي رورا الاخوان لادمينستراسيون اللي اوتورغو استايودا كون كاركتر ريترو اكتيفو. ايه من اللي صحت هذا الغلط لادمينستراسيون الاخوان نعم صورة سوديال من حات ليها هذه المساعده باثار رجعي. بالي ديزي كي لا بيديو نعم من نهار اللي طلبتها في 2020 خلصوا ليها الاخوان داك سميتو الشهور كاملين. ايدورانتي اوتروس تي زانيوس اما ساميس الاخوان استفدت نعم بهاد الثلاث سنين هادي. أستا كي أثيو أونوش ميسيس حتى هادي بعض الشهور بلا ما يعلموا ليها نعم دي خذ الريتيبير لا وقفوها ليها. هادي شي شهور وقفوها ليها بلا ما يعلموا ليها حتى نعم حتى السيمانه اللي فاتت نعم لا سيمانه باسادا لا سيمانه باسادا الاخوان لي كومونيكارون كي ديبيا دي بوربيرلا دي فورما انتيغرا. حتى السيمانه اللي فاتت تواصلوا معها صيفطوا لها الكارت عفوا فين كيطالبوا منها ولا كيقولوا لها خصك ترجعيها كامله اورو باورو انتيغرا دي البريمير ا لولتيمو اورو كوبرادو. نعم ولد عمي من اول اورو توصلتي به حتى اخر اورو توصلتي به كامل. لادمينستراسيون سينيالا ان اونا كارتا كي لا اونيداد دي كونفيفينسيا دي سو اكسبيدينتي ديال انغريسو ميتال استا مال كونفورمادا. هادشي اللي قلت لكم نعم بلي الطالبه ولد عمي نعم هنا فين 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 لا اونيداد دي كونفيفينسيا الاخوان دي سو اكسبيدينتي. نعم نترجم هاد الطريف. نعم ولد عمي نترجمها في طريف. نعم هنا ولد عمي اسمع. نعم الاداره في رساله الى ان هنا علاش كيطالبوا منها ترجع هذا المبلغ الى ان وحده المعاشره في ميل في الحد الادنى للدخل الحيوي الخاص بك تم تشكيله الاخوان بشكل سيء لانه في وقت طلب الاعانه كان ينبغي ان تشمل والد. نعم كان خاص الطلب يشمل حتى الاب ديال وليداتك حيث كان عايش معاك رغم انه نعم مطلق منك ولكن عايش معاك كينتمي لهذيك الوحده ديال التعايش. هذا هو الغلط. ولكن باولا كتقول باللي نعم صحات هذا الغلط ورسلات او منحوا لي هاد سميتو الانجليز ميتال حتى هكاك ولد عمي كنشوفوا باللي هاد الناس جاو يقولوا ليها باللي بحال اذا ما صحتي حتى شي حاجه استفدتي من هاد الانجليز ميتال في هاد المده ديال 4 سنين نعم بشكل سيء طلب قمتي به بشكل سيء كنتي من نهار الاول تشملي حتى الاب ديال وليدات على داك الشيء ولد عمي. حضروا ريوسكم حضيو ريوسكم اولاد عمامي هاد الانجريس وميني موبيتال فيه مشاكل كبار كاينين اغلاط ديالنا حنا كنقومو بهم. هذا راه غلط اللي قامت به هاد السيده. هي كتقول باللي صحات حنا ما عارفينش واش صحات ولا ما صحاتوش.
هنا ما كتشاركش معنا شي دليل. اذا عندها شي دليل تمشي تجري على راسها، تقلب على شي محامي، تعمل اليغاسيوني ريكورسو بالا ولد عمي، سينو مشكل مشكل، خص ترجع هاد المبلغ. كاينين اغلط منهم، كاينين اغلط منهم، ولكن ولد عمامي ايه انت، انت ما تقدرش تغلط، هما يقدروا يغلطوا، وحتى اذا غلطوا هما ايه ترجع ولد عمي، ترجع ترجع، الا اذا عندك شي دليل اللي تقدر تعمل بيه شي ريكورسو، سينو ما عندك ما دير ولد عمي. رغم ان كنشوفوا باللي كاينه واحد الجمعيه الاخوان اللي كتدافع على هاد المتضررين من هاد الانجليز وميتال، اللي نورمالمون نو نورمالمون نو، كنشوفوا باللي مؤخرا هاد الجمعيه هادي نعم وصلت هاد المشكله الاخوان للاتحاد الاوروبي بالي، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي كيعانيو. نعم الانجليز وميتال كيتعطى لعائلات اللي ما عندهمش، اذا انا ما عنديش منحتي لي هاد المساعده غدا مور غدا تجي تطلب مني هذاك المبلغ كامل، ايه كيفاش انا ما عنديش منحتي لي واحد المساعده في الاخر كي غادي تجي تطلب مني هذاك سميتو هذاك الفلوس، شنو بغيتي تدمر لي حياتي؟ كانت مدمره، دابا غادي تخرج عليا نيشان تسالي معايا؟ ما يمكنش ما يمكنش يا ولد عمي، خصهم يصحوا خصهم يصحوا هاد الانجليز ومن ويطال. نعم يا ولد عمي اغلاط لا يعقل، لا يعقل يا ولد عمي، من 2020 حتى دابا عاد عاقوا بها بزاف، عيقوا عيقوا بالناس في الشهر الاول في الشهرين الاولين باش هادوك الناس يلقاو شنو يرجعوا ليكم، ماشي حتى يتجمع عليهم واحد المبلغ ديال 30 40 الف 12 15 وكذا، منين غايجيبوا لكم هاد الفلوس؟ منين منين منين؟ المهم الاخوان حضروا ريوسكم الفيديو من اجل التوعيه باش تعرفوا شنو واقع مع هاد الانجليز ويتال، ماشي باش نخلعكم، ماشي باش نخلعكم، حيت الاخوان هاد الشيء انا راه ديما كنتكلم عليه، ديما كنحضركم، ديما كنقول لكم ايه اي حاجه علموا بها، اي حاجه علموا بها، لقيتوا الخدمه سمحوا بالزمر، سمحوا بالزمر، اذا محتاجين محتاجين ما عندكمش مقتولين، ايه نعم لجؤوا لهاد الانجليز ويتال، ولكن ولد عمامي لواحد المده مؤقته حتى نلقاو شي عمل، حتى نلقاو ما احسن، اما باش نتكاو على الانجليز ويتال ايه حذاري، حيت الانجليز ويتال ولد عمي نعم عنده الشروط ديالو وعنده الواجبات ديالو، اذا فقدتي غير شرط غير شي شرط من هذاك الشروط اللي منحوا لك هاد الانجليز ويتال غادي تصدق في المشاكل. بلا ولد عمي وما تخبيش عليهم، ما تخبيش عليهم، ما تزورش الوثائق، ما تكذبش عليهم، وما تقولش بلي ما غاديش يعاقبوا بيا، حيت باولا نعم ولد عمي باولا جابوها، جابوها من 2020 فوق، جابوها جابوها في سنه 2024. تحياتي لكم، حتى شي فيديو اخر ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.